بعد جبت الانتباه مشيت لترجي، كيفاش كان مشيت الانتقال لرجل دي لاسبيرونس؟ تونس، مشيت وقتها ايكيب ناسيونال اولمبيك. انا مشيت صححت، مشينا صححنا، مشيت صححت اسبيرونس انا وعلي وقتها. سافا، عملنا دخلة باهية وكل شيء. كيف شكون كلمك وقتها؟ تفكر شكون؟ بون هذا قبل هذا هدف التعاقد والله ما الاتحاد حكيت. تطاوين، مقالفة مباشرة حلوة برشا، محمد علي عبد السلام واحد واحد للكلوب وتطاوين. ما كلمني الرئيس معناه. حمد المدب كلمك لا ديريكت. لا، كلمني مهدي بن غربي اوكي، الرئيس رئيس السابق. سيابي السيابي قال لك انا. كلمناهم، ما حكيت مع حد وقت. فما جمعيات اخرين خاطر وقتها حكيت مع حد معناه، سكرت تليفوني وهو تصرف. قالوا لك راه هو السي ا بي، قالوا لك راه الاسبيرونس يحبوا عليك، وانت كنت ما تحب تمشي الاسبيرونس بالطبيعه. اي بالطبيعة، اي واحد يحب يمشي الاسبيرونس. هو ظهر لي الوقت هذاك الناس الكل تحكي عليك، كانت ظهر لي في البريود هذيك وصلوك على ذوق اخرى ولا الاسبيرونس اي بالطبيعة وصلوني. منين؟ ما حكيت مع حد، سكر تليفوني، تصرفوا مع الرئيس ديريكت معناها. مازلت خاطر انا عندي وقتها، كونترا. نزلوا لي عامين في السي بي وقتها نورمالمون. علاش ما حكيت مع حد؟ من غير ما نيغوسي، تو كي تبدا جوار سو كونترا، كي باش نيغوسي مع جمعية، الرئيس باش يحكم بعد. فهمت. ما عندك علاش نيغوسي معناها، خليته هو يتصرف. هو باش نيغوسي، أي هو باش يختار معناها، هو عنده الحق يدير. اما فما ملاعبيه تفضل تمشي الجمعيه على حساب جمعيه اخرى، انت ليه ما كانش يهمك وين تمشي ما يسالش؟ مش تصورش، فما واحد، فما رئيس يبيع، يحب يبيع جوار بقل سوم معناها، حتى انت تختار جمعيه اخرى فهمت. تبدا قل سوم يبيعك. انت شنو من الزوفر اللي جاك وقتها؟ ولا فما الكلوب وقتها، فما جمعيات اخرين هو حكي معاهم. والله ما حبيتش مثلا تمشي للكلوب ولا جمعية أخرى؟ أنت قال لك امشي للاسبيرونس، مشيت للاسبيرونس، ما قلتلوش مثلا ليه ولا حاجة؟ بالطبيعة كونترات والاسبيرونس وقت أكثر واحد معناها، أكثر فيه فلوس. أكثر فيه فلوس وقتها كونترات والاسبيرونس، و تنجمش معناها تقول لي أقوى جمعية ديجا في تونس وقتها الاسبيرونس وكا. وأنت تحب تلعب في الاسبيرونس كنت وقت؟ إي بالطبيعة، أي واحد يدخل في جو الاسبيرونس هذا يولي يحبهم بعد. 2015 حتى الوقت اللي قعد 2015 حتى العام ناول ظهر 2019. 2019 اي حتى 2019 كي 4 سنين، كيفاش تقيمهم التجربه في الاسبيرونس؟ والله سافا، سيرتو الجو باهي على الاخر هذيك معناها، اكيد باش وصلنا النتائج هكاك، جونا باهي على الاخر و وجروب محلية على الاخر، كل شيء تعدى محلية حسب. تحسك انت كول برشا ما على بالكش هكا، كل عصافير تلزق العصافير. لا والله لا، كان جات فما حاجه درك كيفاش راني قلت لك. الجمهور يعتبر ادم ممكن ما خذاش فرصته بالباهي في الاسبيرونس، نجم نقول ولا الجمهور غاديك يمنوا بك برشا ويقولوا ادم كان ينجم يعطي اكثر الاسبيرونس ولا ايه بالطبيعه، كل ماتش ديجا يجي حبوني نلعب وكل. وانت تشوف ادم ضيعت فرصه باش تعمل مسيره حتى مخيره؟ بون كل شيء تعدى، تو واحد يندم على شيء. نسيت نرجعوا نتفكروا شوي. تعجب تكون هي هكاك. منك انت ولا منهم هم؟ لا لا، ما نجمش العبيط خويا. من حد منك انت معناها؟ لا، ديما واحد يلوم على روحه ما يلوم على حد. فيش تلوم على روحك مثلا؟ نعرفش كنت نجم نعمل خير انا، نتصور روحي. كرويا ولا حاجات خارج الميدان؟ زوز. ما يتابعوا بعضهم. اي خلينا نبداو بخارج الميدان، اش تعمل مثلا؟ لا حتى شيء ما نعمل. فمك الجو السهريات والدنيا والخارجيات. والله واحد قبل صغير هكاك. حتى مازلت صغير ما حال انت 26 عام بها اللي هكا. 26 عام. ايه. لا قبل واحد صغير هكا. تقولوا بدل الجو شوية وكل. تلوم على روحك غلطت في حاجات معناها. ايه بالطبيعة العباد الكل تغلط. أكثر حاجة ندمت عليها شنو؟ أكثر حاجة ندمت عليها. هذا في الراديو يتسمى بلون، باش تخمم برشا بلون يتسمى. أكثر حاجة بون، أول ما خرجت من الإسبيرونس هذيك هاي قالوا لي معناها نطيحوا لك في السالير وتقعد معنا. لا حتى نجيك بعد الخروج هذيك نحكي على وأنت في الإسبيرونس أكثر حاجة ندمت عليها كنت تنجم تعملها ما عملتهاش، كنت تنجم تخليك مسيرتك تكون مخير في الإسبيرونس ما عملتهاش. والله لا فهم شيء. فما شيء هي قلت لي غلطت في حاجات لا ولا لا، قلت لك هكاك معناها عاديه الحكايه. باهي نسهل لك انا، نسهل لك انا. يقول وادي مثلا ما هو سيريو، ما تنجمش تكون في التيران ميك سيريو، تبدا نورمال برا. يقول ما نامنش بهم الحكايات هذوكم تاع تاع قبل الماتش لازمك كونسونتراسيون. كل عبدو كيفاش سامح. يقول وادي يحب تفادليك بزايد ما عرف شنو. اي اما كل عبدو كيفاش، سبحان الله برا نفادلك معناه.
يعني نبدا نفاد لك مثلا نبدا حتى في الماتش كونسونتري معناها تدخل معناتها تدخل التيران يوفى كل شيء معناها بالطبيعه واحد يدخل التيران شو قاعد يفاد لك معناتها ما كنتش غلط في الحاجه ذي لا لا انا طبيعتي هذيك ما بدلش طبيعتي في التيران فكر البلاصه كان ديما هكاك فكر البلاصه كان صعيب وقتها في الترجي بالطبيعه صعيب معناها يعني مشيت الترجي دميت الكل جابوهم وقتها غالي كل عام روج بدري يوسف بدري بليلي الكل معناها انت ادم تحب تلعب على اليمين على اليسار بونتا شنو هي بالضبط تحب تلعب؟ والله ثلاثة كيف كيف اللي تفتح فيها اكثر شنو هي؟ ثلاثة كيف كيف بونتا ما لعبتش جملة ظهري في الاسبيرونس صح؟ لا لا ما لعبتش ديما على الجناب ما ثلاثة كيف كيف ما يقلقكش معناها ادم علاش يقولوا البنزرتية ما ينجحوا كان في السيابي الاكثرية؟ والله هذيك حاجة ما فهمتش معناها فماش حاجة هكا بنظرتين ما ينجحوا كان في السيابي صحيحة ولا غلط؟ ما قالوش هكاك هما قالوا بنظرتين ما ينجحوش في الاسبيرونس بون تقالت حتى قبل مثلا حتى البارات اللي ما نجحش برشا في رقم اللي كان متألق في السيابي كي مشى للكلوب ما نجحش برشا لا فاروق من الاول وبعد يمكن خير في الكلوب زاد ما عرفش شكون اللي فكرني فاروق قبل فما نتذكر وجدي الجبيري في الكلوب كيف كيف ما نجحش زاد رقم اللي كان باهي في السيابي ولا مو صحيح معناها لا لا غلط الحكايه كل عبده كيفاش فهمت فاروق قسنا في الاسبيرونس صعيبك عاد فاروق تضرب تو كيفاش تشوف ينجم يعاون الاسبيرونس السنة؟ اي بالطبيعة فاروق ينجم يعاون الاسبيرونس جارديان باهي فاروق تهنى عليه زيد التالي باش نحطك في بياج خير من معز ينجم يكون زو صحابي بون زو صحابي اي زو صحابي مادام ينجم يعاون مادام معز ما ينجمش لا زوز قولها باهين زوز قولها باهين اي شكون خير؟ والله زوز كيف كيف زوز باهين كيف كيف والله زوز كيف كيف باهي انت وقتاش حسيت روحك نجم تعاون وما عاونتش؟ وما هبطتش معناها النجم نعاون في الاسبيرونس وما هبطش اليوم بيريود الاخرى نورمالمون حسيت روحكم فورم وما هبطتش وقتاش بالضبط ما تفكر ماتش مثلا ولا حاجه هكا برشا ماتشات حب نكور ما تحكيش انت مع ستاف تكنيك ماكش من نوع اللاعبين لا لا ما نحكي مع حد الحقيقه لعبك لعبك صحاب معهم الكل لا ما نحكيش كلي تمشي علاش ما لعبتنيش ولا فازم كان لعبك لعبك ما لعبكش ما لعبكش حتى كان ما لعبتش مثلا ما نتغشش ماهيش من النوعيه كان يمشي نبدل فاز الجو في الجروب ولا نبدا نبقال بوجهي ولا فاز ديما تضحك ديما تفادلك هيك ما تقلقش حتى بينك وبين روحك يا دم ليه بطبيعه بينك وبين روحك امبوسيبل ما فماش منها الحكايه عبد ما يتقلقش صحيح اي خاطر نعرف اما فاهم مثلا فاهم عبيد يفازدوا جو في الجروب مثلا يبدا قالب وجهه ولا فاز سينا فاهم واحد ما لعبش كا بينه وبين روحه خاطر ديما العبد اكيد يحب يكون يلعب يحب يكون موجود بطبيعه نحسك انت خاطر كول ديما تضحك ما يهمكش هكا كلهم صحابي الاولاد معناها حتى كان تغششت ولا فاز بتجي معنا في وجه 2000 يلعب في بلاستي ولا فاز يحس درا كيفاش كيف انا مثلا كان جيت نلعب وواحد 2000 قلب وجه ولا عمل فاز درا كيفاش نحسها حتى قدر معناها اصحابك الملعب اي بالطبيعه كلهم صحابي وما عندي علاش نعمل فاز درا كيفاش كلهم صحابك الكل ورا الكل فما حتى حد عندك معاه مشكل عندي حتى حد عندي دوسيات امبوسيبل بالحق والله امبوسيبل انا فما ملاعبيه سالتهم عليك ما حبوش يخونوك امبوسيبل لا يحبوا لما حالهم يحبوا يفضلكوا كل امبوسيبل يقولوا حاجه درا كيفاش فما واحد سالته مش هيبيعني طول جا عاود لك سعد ايه صحاب برشا انت وسعد بغير الكل صحاب صحاب مع سعد على الاخر باهي اخوي مادام حابش يبيعك بيعك انت نوجه له تحيه بيعني انا باهي تعداو عليك برشا مدربين ادم في السي بي قلت في السي بي في الاسبيرونس اكثر واحد فتحت معاه شكون؟ حسيتو كان يامن في ادم الجايب في الاسبيرونس بون اللي تعداو الكل ما عندي حتى دبلوماسي برشا هكا ما ساعدنيش هكا ما عندي حتى مشكله مع حتى واحد واحد معناها هكا اكثر واحد فتحت معاه معين معين الشعبي رغم اني ما لعبتش معاه برشا ولا معين يعرف يتصرف مع الجوارات معناها باهي الكل يعرف يحكي زي حتى ما تلعبش يحكي معاك معين اه يحكي معايا شي يقول لك مثلا شو يحكي معايا يفدلك معايا ما عندوش كلي مثلا واحد ما يلعبش ما يغزرلوش فما ترينوريت هكاك واحد ما يلعبش ما على باله عنده كان شنو الخطاب اللي يحكي معاك تاع اصبر تجي فرصتك يحكي يقول كلام به وكل شيء باهي اكثر واحد ما كنتش مرتاح معاه المدربين كنتش مرتاح الكل مرتاح معه تحسك مو سالم والله ما فهم والله فهميش والله الكل مريقل معه ما عندي حتى مشكله مع حتى انترينور باهي قلت لي معين يحكي معاك وقلت تجيك فرصتك
خيبته انت ظهر لي في خاصه في مات ضد المتلاوي تغش عليك برشا بالواقع حمله اللي خذيتها بعد قعدت بريود ما لعبتش وقت اللي لعبت فزتها نعم بعد ماركيت بعد ماتش هيك اي دخل نحكي على الماتش هذاك هي غلطه هكاك جوار شنو نلعب فيه صعب شد لي كره بدا يا اخي دزيته في ورقه حمراء وقت ربع ساعه لعب في العاده نرفوزي انت نرفوزي شويه وقت نجيك بعد حقي عندي حاجه لا والله ساعات ساعات هكاك في الكوره في الكوره انا مش نرفوزي ما نعملش مشاكل ما نحكي تعب مشاكل تعب تنجيك بعد تنجيك يمكن كثيره ننسى محضر لك ايه